هواي درت وشلت بيدي خمسة فرح وعيدي لك تالي قوم يعطيني ويا ولا نتم على كل واحد ما كل شرب ويا ويا راسي لك فوق عند صاحب بالظلام اصبح ضواي ومن فحت قدامه قامت صغيرته لك هيك احسن بيه نجمات وسماي ومن نجان العوز باعر واحد عند صاحب بالظلام عند صاحب بالظلام اصبح ضواي ومن فحت قدامه وعنا الليل ابو الثوم ميزان زين شعرك كمولي كنوزي مع شعرك هذا لا عبنا ابو الزوز علي مو سوي سياوديني 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 اهلا وسهلا بكم حيا الله الشباب النظافه ثم النظافه ثم النظافه كلهم لابسين ميثم نورت البيت بس اهم شيء النظافه ثم النظافه ثم النظافه تمام تيجي امه تشيلك تشيلك قلت لك بي لان توسخ واحد بيهم اوجه شكري وامتناني لشركه اسيا سيل كون خطي طلع يدعم الفورجي والحمد لله هسه تفعلت عندي الخاصية شبيه خط خطي خطي ما يدعم فورجي عمل أربعة علوش واحد بس أنا للتصور لأنه ما يخلي هاي شنو علوش أربعة ماكل صيت الفورجي بالعراق وبتليفونه بعدها ما مطلوقة وهذا وهذا ميثم بس وقف خلي اشوف لك هذا ميثم لا يم ال لا يم ال بس بعض هاي العلامه ال LTE بس انا اشوف الخط مال التليفون مكسور اي عادي بس شو اسمه مالتي يدعم الخط يدعم 4G طاقه الفورجي بكل الشبكات الاتصال الا تليفونه بعده خطيه والله على حظ المصخم غرفة مال علوش بعد شوي وتكتب الذاكرة ممتلئة هالقد ما مخلي بيها صورة ايش بيك هسه لو حلو قاعد شو تسوي؟ قاعد لو حلو شو تسوي؟ مشروع الكل شاب ايش قد تصوير حلو بعد؟ وينها؟ ها ذيك باب التواليت؟ هاي كلينس مو صورة اقول لك هاي كلينس مو صورة باب التواليت مخليها ما تقول لي شكو كبر يلا كبر لا خبرته قبل لا اجي البيت بنص ساعه قال لي تعال اتغدى يمي الغدا جاهز هسه صار لي بنص ساعه قاعد بالبيت وماكو هسه على الاقل نزلونا مقبلات صبرونا بيها اضرب صمد صمد وانا ميوت انت ما يدعم الفور جي خطيه بس انا فعلوا لي ما تقول انت هلا وما عندك 3G 4G خطيه السناب يضل سنه ينزل بيه وماكو